إذانا ببدء زمن الصوم الأربعين المقدس. ترأس الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان قداس أربعاء الرماد وقداسا احتفاليا بعيد مار يوسف اللذين أقيما في ذات الكنيسة من غير حضور للمؤمنين. وأوضح الأب منصور في عظة القداس كيفية أداء الصوم والصلاة والزكاة كما يريدها يسوع سرية وليست على مرأى من الملأ، مبينا أن الرماد يذكرنا بحتمية الموت وأننا لسنا بمخلدين، ومن هنا علينا أن نتمسك بالأمور الباقية وترك الأمور الزائفة التي تبعدنا عن الله الذي هو غاية وجودنا وسعادتنا. وقال قديس يوسف في عمله بثباته بإيمانه بطاعته هو قدوة لنا جميعا، وبالتالي نحن بحاجة أنه نبني هاي الروحانية الرعوية بحيث أنه تكون هاي الصفات المميزة القديس يوسف هي عناوين متابعتنا الروحية في حياتنا وفي مسيرتنا اليومية، بصلاتنا، بتأملاتنا، بكل احتفالاتنا اللي منقيمها. لازم هاي الصفات الروحية اللي تحلى فيها القديس يوسف وحملها واللي نحن دائما نتغنى فيها خاصة في طلبته، نقدر نحن كمان نحملها بمعونة ربنا وبنعمة ربنا وبإرادتنا الضعيفة. هذا الشيء اللي قدر يقدمه القديس يوسف لربنا، إرادته البسيطة وضعها بين إيدين ربنا، ومن خلالها قدر ربنا أنه يتمم مسيرة الخلاص، أنه يتمم وعود الخلاص، ويكون يوسف هو الأب الشرعي ليسوع وهو الحارس الأمين لعائلة المقدسة ولأمنا مريم العذراء. فهذا الإطار اللي نحن نتكلم فيه ومننظر لإله للقديس يوسف كقدوة في حياتنا، وبحاجة أنه نعمق هاي المسيرة الروحية بشكل يومي بصلاتنا بطلباتنا. وهذا اللي بنقلنا للجانب الثاني من نظرتنا للقديس يوسف، هو شفيعنا وشفيع الكنيسة وحامي الكنيسة.